سلط الموقع بوست الضوء على زيارة السفير الأمريكي ستيفن فايجن لدى اليمن لمحافظة حضرموت، وهي كما يقول الموقع دلالة على توجه واشنطن لحماية سلامة تدفق النفط من موانئ حضرموت وتأمين خطوط الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة. وفي تصريح للموقع يقول رئيس الدائرة الإعلامية لمؤتمر حضرموت الجامع صلاح مبارك إن الزيارات المتكررة للمسؤولين الأمريكيين إلى حضرموت تؤكد أن المحافظة خط أحمر ويجب أن تبقى بعيدة عن الصراع، مستبعدا ذهاب واشنطن نحو إنشاء قاعدة عسكرية بالمحافظة. ويلفت الموقع إلى أن زيارة السفير الأمريكي للمكلا تحمل دلالات متعددة، منها الاهتمام الأمريكي لتجنب أي تداعيات قد تؤثر على استمرار تدفق النفط وتنسيق الجهود في مجال تأمين حركة الملاحة في البحر العربي. يشير الموقع بوست أيضا إلى أن الزيارة تبعث رسائل طمأنة لتعزيز استعادة الثقة بالأمن في محافظة حضرموت، بما يخدم محاولة استئناف تصدير النفط عبر ميناء الضبة.